أجبت على سؤال، ليس على الزوج نفقة تلاقي زوجته. الجمهور من العلماء يا أحمد، الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة يقولون لا يجب على الزوج نفقة العلاج على علاج زوجته. ابن تيمية يخالفهم في ذلك، لكن أختار رأي ابن تيمية، أنا نفسي أختار رأي ابن تيمية في هذه المسألة. لكن ذكرت للعلم أيضا، للعلم أن الأئمة الأربعة يقولون بعدم وجوب نفقة، بعدم وجوب علاج الزوج لزوجته، لكن لا أختار رأيهم. والجمهور أيضا يقولون بعدم وجوب خدمة المرأة للرجل، الجمهور أيضا يقولون بذلك، لكن التعاشر بالمعروف يحتوي كل ذلك إن شاء الله.